السلامة ومرحبا بكم تلامذة السابع أساسي في فيديو جديد من درس المواد المستعملة. اليوم مش نصلها مع بعض من النشاط رقم 7 اللي هي يكون في شكل تجربة، اللي هو يتمثل في تجربة المواد الحديدية والمواد الغير حديدية. به قبل ما نبدأ الإصلاح، ما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وبرتجيو شان مع أصحابكم. نطلقوا في الإجابة على الأسئلة. لهنا استعملوا المغناطيس وأنجزوا التجربة التالية. هنا كما تلاحظوا هذا الميزان، سنأخذ الكفة من كفي الميزان وسنقوم بتقريب المغناطيس ونشوفوا شنو باش نلقى. بالطبيعة هذه تجربة في المخبر وإلا في المنزل. هل ستتفاعل هذه المادة مع المغناطيس؟ الإجابة ستكون لا، طبعا لا. إذن هي مادة، هذا الكفة صنعت من مادة تسمى النحاس، هذا من النحاس، وبالتالي هي مادة غير حادثية. مادة غير حادثية. به نتعداو للسؤال الثاني والجزء الثاني من هذا النشاط. أستعمل المغناطيس وأنجز التجربة التالية. سنأخذ ملعقة اللي هي المغرفة، هذه الناس كلنا عرفها، ونقوم بتقريب المغناطيس وسنجرب ونلاحظ هل ستتفاعل هذه المادة مع المغناطيس. نعم، الإجابة هي نعم. إذن هي مادة حديدية. الملعقة تصنع من الفولاذ. نمشي للسؤال الثالث أو الجزء الثالث من هذا النشاط. أستعمل المغناطيس وأنجز التجربة التالية. كما تلاحظوا المنتج هذايا هي قارورة الصغيرة ولا العلبة الصغيرة للقناعات هذه للمشروبات. سنقوم بتقريب المغناطيس ونجرب ونلاحظ به هل ستتفاعل هذه المادة مع المغناطيس؟ طبعا لا. نذكركم أن مادة القارورة هذه هي الألمنيوم. الألمنيوم. به إذن هي مادة، هي مادة غير حديدية. إذن قمنا بالإجابة على ثلاثة أجزاء نشاط رقم 7. نتمنى الفيديو يكون واضح، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة.